هنحاول نعمل تايم مانجمنت علشان نحاول نبقى الكافي بريك يعني اقرب ما يكون للميعاد بتاعها باذن الله عشان ما ياثرش على بقيه اليوم. بس فانا اول واحده هبدا بنفسي ان شاء الله تايم مانجمنت باذن الله. باذن الله بالتوفيق دائما دكتور سين في كل المؤتمرات. I have the pleasure to be presented with you كذا مرة يعني, وربنا يسعدك دايما في كل مؤتمراتك. النهاردة هنبدأ بحضرتك دكتورة شيرين. هتقدم لنا توك عن nutritional supplement for optimizing growth in children. شكرا يا فندم, شكرا لحضرتك وشكرا لكل الأساتذة على المنصة. هو احنا طبعا الشورت ستيتشر والجروث ده موضوع كبير قوي, بنغطيه nutrition وبنغطيه سبلمنتس وبنغطيه اندوكراينولوجي ووراثه. هو الحقيقه محتاج مالتي ديسيبلينري ابروتش فعلا عشان نقدر نمانج قصه الجروث بروبلمز في الاطفال. فخليني اركز مع حضراتكم على قصه النيوتريشنال سبلمنتس في العشر دقائق دول. اند ذيس سيشن از سبونسرد باي نسله هيلث ساينس. Normal growth and development and promoting factors في الأطفال إيه هي؟ إيه principles of healthy nutrition for optimum growth؟ What is the healthy lifestyle for normal growth؟ And what are the nutritional supplements to optimize growth؟ ثم كلمة عن resource junior for growth and well-being. كلنا عارفين الـ growth increasing the mass and dimension of the body. Development هو functional maturation. It's a continuous process. It is not uniform. في wide range of normal variation. زي ما بنقول ما فيش رقم واحد صح, هو في growth curves بنستخدمها عشان نقول احنا تحت الحد الأدنى أو فوق الحد الأقصى في الهايت. 50% من الأطفال بس على المين, إنما في رينج واسع. فاكتورز كتير بتتأثر في الجروث, جيناتكس وإندوكراين والإلنس والريس والسكس والإكسرسايز والسوسيو إيكونوميك والنيوتريشن والسايكولوجيكال. فاكتورز كلها مهمة, والفاكتورز دي مش كلها واحدة, في فئات العمر المختلفة أو مراحل العمر المختلفة بتختلف. زي ما احنا شايفين prenatally مهم الانسولين والانسولين growth factors, في الانفنسي مهم النيوتريشن والثيرويد هرمونز, في الشايلدهود مهم الجروث هرمون والاي جي اف 1 والثيرويد هرمون والانسولين, وفي البيبرتي مهم تأثير السكس ستيرويدز مع الجروث هرمون. في ثلاثة growth spurts مهمين جدا, اللي هو prenatally بيتولد الطفل ب 30% of the adult height, في السنة الأولى بيوصل ل 15% من الأدلت هايت, وفي البيبرتي 15% برضو of the adult height. الجروث هرمون مهم جدا أكيد, وده حدث كبير قوي في كل عيلة فكرة البيبرتي. إنما احنا هنا بنركز إزاي النيوتريشن بتؤثر على الجروث وإزاي النيوتريشن بتؤثر على البيوبرتي. هي أكيد النيوتريشن مهمة جدا, المال نيوتريشن بتقلل الجروث هرمون والآي جي اف 1 سيكريشن والجونادوتروفينز, وبالتالي بتؤدي لشورت ستاتشر وديليت بيوبرتي. على النقيض الأوبيسيتي تؤدي الانكريز جروث هرمون آي جي اف 1 سيكريشن أند جونادوتروفينز, فممكن يبقى في تول ستاتشر وإيرلي بيوبرتي. المايكرو نيوترينتس اللي اتكلمنا عليهم في الجلسه اللي فاتت هم معانا برضو مهمين, مش هنعيدهم تاني. اكيد الجروث والاسسمنت ازاي نقيس الاطفال قياس دقيق جدا ويقفوا بطريقه مظبوطه, ويبقى خمس نقط لمسه الستيجيوميتر او لمسه الحيطه, الهيد والشولدر والباتكس والكاف ماسلز والهيل. والاطفال اللي تحت سنتين بنقيسهم وهم نايمين بالانفانتوميترز, ولازم على الاقل شخصين علشان نقدر زي ما احنا شايفين في الصوره نثبت الركب ونمسك الراس ونقدر نقيس الطفل ده قياس دقيق جدا. وعندنا الجروث كيرز بقى, السي دي سي جروث كيرز والدبليو اتش او جروث كيرز والايجيبشن جروث كيرز, كلها بنستند اليها عشان نقيم الجروث في الاطفال. والحقيقه جروث كيرز مهمه جدا جدا. لو لقينا طفل زي ما احنا شايفين على الناحية الشمال الطول بيقل والوزن بيقل, هنفكر في مال نيوتريشن وكرونيك ديزيز. إنما على النقيض لو لقينا الطول بيقل وبالعكس الوزن بيزيد, هنفكر أكتر في إندوكراينال كوزز. النيوتريشنال مانجمنت مهما اختلف السبب بتاع الستانتنج أو الجروث فيلير, هو النيوتريشن معانا جزء لا يتجزأ. حتى الأطفال اللي عندهم جروث هرمون ديفيشنسي لازم نديهم, نهتم بالنيوتريشن ونديهم نيوتريشنال سبلمنتس. لو الطفل ده أندر ويت لازم نزود الكالوريك انتيك, لازم نعالج الديفيشنسي أوف ذا مايكرو نيوترينتس وأهمهم الايرن والكالسيوم والفيتامين دي والزنك من خلال الدايتري انتيك او من خلال النيوتريشنال سبلمنتس.
زي ما انتم شايفين هنا علي 15 سنه وعنده شورت ستيتشر من سن 6 سنوات وديلي بيوبرتي، وتابعناه كان كويس قوي وعند سن 4 سنين ابتدى يديفييت. ولما حسبنا الميد بارنتال هايت اللي هم الخطين اللي بالاحمر اللي على اليمين دول لقيناه اواي من الجيناتيك بوتنشال، وعملنا كل الانفستيجيشن طلع نورمال، وكان عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف كونستيتيوشنال ديلي اوف جروث اند بيوبرتي. مهم قوي قوي النورمال فاريانس دول والبوزيتيف فاميلي هيستوري اللي موجود فيهم. وكمان لما قسنا لقينا الفيتامين دي قليل، ولقينا الزنك قليل، ولقينا السيرم فيريتين قليل. لما ادينا له فيتامينز وهو اساسا نورمال فاريانت لقيناه اتحسن جدا، ونموه زي ما حضراتكم شايفين اتحسن ووصل للنورمال فاينل ادلت هايت. طب ازاي نبروموت ونسابورت الجروث؟ الهيلثي نيوتريشن، الجود هايدريشن، الهيلثي لايف ستايل، النوم عدد ساعات كافيه، السايكولوجيكال هيلب مهم جدا جدا، ان احنا نبوست الاميونيتي بتاعه الاطفال دول، ان احنا نديهم بالانسد ميلز فيها الماكرو والمايكرو نيوترينز. لازم الوجبات تبقى فيها plenty vegetables and fruits عشان الفيتامين سي، تبقى فيها nuts إذا تيسر طبعا، legumes وgrains عشان الانتي أوكسيدنس، good hydration، بلاش الشاي والقهوة والكلام ده. الأم تيجي تقولك بتشرب الشاي واللبن الصبح مش فاهمة إيه قصة الشاي اللي بيدوه للأطفال. البروبيوتكس مهمة جدا، نلمت الأدد شوجر، السكريات الكتير بتأثر على الجروث، بنسابورت الإميونيتي عن طريق إن الوجبات زي ما احنا شايفين تبقى متوازنة، 50% كارب، 20% بروتينز، 35% فاتس، وبنحسب الكالوريك انتيك بتاعه الطفل ده، وبنشوف المايكرو نيوترين ديفيشنسيز ونعالجها. زي ما قلنا نركز على الاكلات اللي فيها لو كالوري، لو جلايسيميك اندكس، هاي فايبر سناكس، فريش جوسز، نبعد عن الدهون المشبعه، نبعد عن الترانس فات اللي موجود في الوجبات الجاهزه، ندي المونو انساتوريتد فاتي اسيدز 20% اللي موجوده في زيت الزيتون وزيت السمسم والبينات باتر، وندي البولي انساتوريتد فاتي اسيدز بنسبه 10% اللي موجوده في الزيوت النباتيه. البروتين ممكن يبقى حيواني وممكن يبقى نباتي، الحيواني الميت والفيش والاجز والديري برودكتس والبلانتس اللي هي الليجومز والسيدز. كل المايكرو نيوترينز دي واعتقد احنا غطينا جزء منها في الجلسة السابقة فمش هعيدها تاني، انما هنقول انها مهمة. مهمة لعب الرياضة لانه بيحفز هرمون النمو عند الاطفال، بيقلل الانفلاميشن. تخيلوا الرياضة مفيدة ازاي، بيريجنريت الاميون سيلز، بيمانج الاوفر ويت والاوبيسي اللي في الاطفال، وبيمبروف السايكولوجي. ففي النهاية بيكون له ايفكت جامد جدا على الجروث هرمون اي جي اف 1 اكسس اللي بيتحسن. زي ما احنا شايفين كل الاستاد بتثبت هذا، ان البلاينج سبورتس بروموتس جروث. فعايزين نشجع تاني ان المدارس وحصص الالعاب ويبقى في اماكن الناس تمارس الرياضه زي زمان، لانه دلوقتي طبعا الاطفال كلها قاعده على الموبايلات وقاعده قدام شاشات التلفزيون وما حدش عايز يتحرك كويس. فاكيد طبعا الكلام ده كله مهم. اذا تعذر هذا ولقينا في some deficiencies سواء في الماكرو نيوترينز او الماكرو نيوترينز، فاكيد لازم نعمل لها نيوتريشنال سبلمنتيشن. وهنا هقول كلمه بسيطه على الريسورس جونيور، ذا كومبليت بالانسد بيدياتريك انترال دايت سوتابل، ان انا ممكن اديه اورالي عباره عن بودره تتذوب في ميه، عصير، زبادي، لبن، او حتى في الاطفال اللي في المستشفيات اللي بياخدوا انترال فيدنج، ومهم من سن سنه الى 10 سنوات في الاطفال المالنورشد، الأطفال اللي عندها ديسفيجيا على أساس إن هو وجبة سهلة وبسيطة، كل الأطفال اللي عندها loss of appetite، عندها chronic diseases، عندها neurological impairment مش قادرة تبلع، عندها anorexia weight loss، الانرجي requirements اللي فيه مناسبة جدا للRDA اللي الأطفال محتاجينه، في انتك بروتين 50% واي و 50% كازين، الكربوهيدراتس اللي فيه لاكتوز فري فممكن يبقى مناسب جدا للاطفال اللي عندها لاكتوز انتولرنس، الفاتس في ميديوم تشين فاتي اسيدز 18.5% وفي دي اتش اي وده مهم جدا، كروشال رول ان ذا برين اند ذا اي سايت ديفلوبمنت وده واضح جدا. سو ذا سمري ريسورس جونيور اتس ا نيوتريشنالي بالانسد دايت فور تشيلدرن فروم 1 تو 10 ييرز، اتس ا كومبليت فورمولا for tube feeding or oral supplementation، وقلنا الانديكيشنز بتاعته وقلنا المكونات بتاعته، ده منظره. وفي النهاية بدعو حضراتكم انكم ممكن تزوروا البوث وتعرفوا اكتر عن النيوتريشنال سبلمنتس المختلفة المهمة للنورمال جروث في الاطفال. And thank you very much. شكرا جزيلا.